السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. دونك اليوم يوم السبت، يوم ديال لو روبو ديالنا، لكن حضرنا على مستوى البنية التحتية ديال الجمعية ديالنا على مستوى الطريق الساحلية قرب المسبح الكبير. دونك جينا اليوم كما تتعرفوا ان البارح كانت اجواء مطرية وكانت رياح قوية. دونك كما تلاحظوا هنايا خاصنا نجيو نقادو لي روبون، نقادو هنا لي فيلي. هنا تلاحظوا ان لو فيلي بقوة ديال الرياح انه تقطع ولاتي جايه في الارض طايحه. دونك غادي نقادو هاد المسائل كاملين. انا كما تلاحظوا لي روبون راهم طايحين، دونك ضروري من لونتروتيان ديال الملعب ديالنا، وكذلك الرمال هنا على مستوى هاد لي بور هادو، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نوجدوا للتظاهره ديال يوم غد ان شاء الله، اللي هي لا سيزيام ايتاب، المرحلة السادسة ديال لو كينغ اوف يو اس في كورت. تظاهرة اللي درنا فيها خمسة ديال المراحل، وغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون المرحلة السادسة. دونك دائما تنرحبوا بالجميع. دونك كيف ما تكلمت قبيلة، تكلمت على الاجواء المطرية والرياح اللي يعني صراحة كانت الرياح قوية اللي طلعت الرملة هنا على مستوى الجوانب. الرمال هنا حنا دابا غنقادو كل شيء، الرملة راه طلعت هنا حتى الفوق، الرملة راه طلعت على مستوى الجوانب. دونك ضروري هانتوما كيما تلاحظوا خاصنا نقادو هاد الرملة هنا كذلك، ها هي الرملة ها هي. دونك ضروري اننا غادي نقادو هاد البنية التحتية باش غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم دوز التظاهرة ديالنا في احسن الاجواء وفي احسن الاحوال. دونك اليوم يوم السبت كان هناك يعني على مستوى المشروع الوزاري لوزارة التربية الوطنية، هناك المرحلة الثالثة للأبواب المفتوحة لفائدة السلك الإعدادي، وهذه المرحلة الثالثة لمقاطعة أكدار الرياض وحسان. دونك تم إلغاء هذه الأبواب المفتوحة يعني بحكم أن البارح يوم الجمعة، كما أن الجو كان ممطر وكانت رياح قوية، تم تأجيل هذا اليوم الأبواب المفتوحة حتى الأسبوع المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكذلك حتى هنا على مستوى يعني الدخلة على مستوى الباب، شو يعني هنا الكم الهائل ديال الرمال، يعني كانت رياح صراحة قوية وقوية جدا. دونك كما تلاحظوا هنا دائما يعني كاين هناك زحف الرمال، كما تلاحظوا الرملة انت شوف كي دخلت لنا على من الملاعب يعني تتخرج، حيت يعني حاجة مسألة طبيعية. شوف هادشي كامل خصو يتنظف، دونك حنا خدامين على هادشي، تنحيدو ان شاء الله الرحمن الرحيم ونقادو هاد لي روبون هادو، نقادوهم لي نجبدوهم مزيان، نزيروهم ونقادو لي فيلي كذلك، تاهما نقادو داك لو فيلي لي من الهي لي تقطع من الجنب، وباش غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونو مستعدين يعني لو كينغ اوف يو اس في كورت المرحلة السادسة. كما تلاحظو هنا يعني هربات بزاف ديال الرملة، تقطعنا بزاف ديال الرملة. شي رامور لو كرياج، ها الملاعب ها لو كرياج، شو شحال خرجات ديال الرملة، هادي كاملة رملة ضعنا فيها، هاد الرملة هانت شوف، والزبل تجمع لنا في الجنب ديال، دونك هادشي كامل إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقادوه باش تولي، يعني حنا راه بدينا هنايا، دونك غنقادو فيه، هانت، نحيدو كاع هاد الرملة باش تولي الأرض نظيفة بحال هكا، يعني كاع هاد الجوانب كاملين، شوف دوك لي بوردرول ديالنا تاهما راهم طاحو. كما قلت يعني رياح قوية وكان الشتاء على مستوى يعني مدينة الرباط. صراحة شوف شحال ديال الرمال ضعنا فيها، شوف ها الملعب فينا هو ديالنا، شوف شحال الرملة فينا وصلات، هانت يعني كارثة هادي، ضعنا بزاف ديال الرملة صراحة. هانتوما ها الملعب، ها البنية التحتية، ها الرملة، شوف شحال ديال الرملة ضعنا فيها، شوف شحال خرجات ديال الرملة، شوف شحال ضعنا في الرملة، هانت يعني هادشي كامل خرج على مستوى لي تيران. شوف شحال ديال الرملة ضاعت هانت، شوف شحال ديال الرملة خرجات هنا، هادشي كلشي ضاع هانت، هادشي كاع شوف كاع الجو، شوف شحال ديال الرملة خرجات هنا، شوف ها هو لو تيران، شحال ديال الرملة خرجات شوف هانت. دونك راه دابا حنا نقومو باش نردو بعدا الرملة بعدا للداخل، مي هادي ما عندنا ما نديرو، حيت في الاصل في الاصل نورمالمون ان تيران دو بيتش فوليبول تيدير هنا بحال بحال واحد لو تروطوار، يعني واحد التصوير جوج طوبات تقريبا، تيكون هذا هو المشروع ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم المقبل،
اللي غنديروه داك جوج طوبات نديروهم باش ما يخليوش ما يسمحوا لناش ان الرمله تهرب حتى كان الريح يعني ما يفوتش داك السور الصغير اللي غنديرو يعني صغير يعني فيه غير جوج قيم جوج طوبات. شوف شحال ديال الريمه لانت شو هاد الجهه شوف هادي كامله رمله شو ضاعت شو راه مسافه كاينه بين هنايا بين الملعب بين الرمله شوف شحال الرمله مشات باش وصلت لهنا حتى لجهه الربيع هنا الرياح كانت جايه في هذا الاتجاه حيت هنا في الجهه الاخرى ما تلاحظوش انه كاين هذه اللور ديال الملعب وانفاس مع البحر دونك هنا ما كايناش الرمله دونك الرياح جات في هذا الاتجاه هذا دونك سي بور سا خرجات شحال ضعنا في ديال الرمله يعني كمية كبيرة ضعنا فيها مي الحمد لله على كل شيء نحاول نقادو دابا الملعب باش غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم هنا دوز التظاهرة في احسن الاحوال وان شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا البرمجة ديالنا السنوية لا على مستوى الجمعيات ولا على مستوى الجهات والمؤسسات يعني اللي دايرين مع شراكة كوزارة التربية الوطنية باش نكملوا المرحلة الثالثة من الابواب المفتوحة على مستوى السلك الاعدادي ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني بعد هذا الاسبوع الاخير ديال رمضان دونك هنا حاولنا نجمعوا هاد الرملة اللي هربات في الجناب هي كاملة شوف شحال ديال الرمال هذه كاملة رجعناها يعني الحمد لله هو نظفنا بعد هذا لو بور هذا التروطوار وهنا كذلك شوف شحال ديال الرملة حنا جمعناها عاوتاني وبيان سير غادي نقادو كما قلت قبيله لي روبون ولي فيلي نزيروهم ونقادوهم استعدادا اليوم غد ان شاء الله واستعدادا باش نكملوا البرمجه السنويه ديال النشاط الرياضي اللي تقوم به الجمعيه ديالنا كما تلاحظوا هنايا يعني لونتروتيان ديال لو تيران حنا جمعنا هذه الكميه الهائله ديال الزبل يعني الزبل راه حيت دخلنا لو تيران او ما جمعناهم ندخنا لي بوبيل ديالنا ورديناهم عندنا 6 ديال لي بوبيل رانا خويناهم ونظفناهم في لي تيران حنا قادينا لو تيران هما لي فيلي مجبدين كلشي في امل الله وحده دونك سالينا العمل ديالنا على مستوى البنيه التحتيه ديال الجمعيه ديالنا كما تلاحظوا لي فيلي مقادين جمعنا الازبال قادينا الرمله مازال لا تيبانوا لي واحد لي بوندرول طايحين دابا نجمعهم ان شاء الله الرحمن الرحيم دونك هادشي ضروري اللي درنا اليوم استعدادا للتظاهره الرياضيه ديال غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم شكرا بزاف على المسانده ديالكم الجمعيه ديالنا الرياضيه تخصص كره الطائره الشاطئيه تبارك الله عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته